يقول: أنا مسلم والحمد لله، ولكن عندي سؤال: من أين أتى الله؟ أستغفر الله. هذا السؤال في حد ذاته خطأ. طالما أنك قلت من أين أتى أو قلت من خلق، معنى ذلك أنك جعلت الخالق مخلوق، وقست الخالق على المخلوقين، لأن العقل ربما لم يستوعب أن الخالق خالق وأن المخلوق مخلوق. الخالق جل جلاله لا يسأل من أين أتى. طالما أنك قلت من أين أتى، يعني ذلك أن هنالك خالق فوقه، وهذا باطل. طيب، قلت أن خالق فوقه، والخالق الذي فوقه من فوقه، والخالق الذي فوقه من فوقه؟ الخالق الأول والأوحد والأعظم هو الله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فالله أول بلا بداية، وهو آخر بلا نهاية، نحن نموت وهو لا يموت.